متابعي فرعون الطلابي SPE بصرة Student Chapter، وياكم هدى حسن طالبة في هندسة النفط وأحد أعضاء بصرة Student Chapter. اكتشف ما وراء الكواليس في صناعة النفط والغاز وكن معنا في هذا الكورس الذي سيكون بعنوان Thermal Recovery من تقديم الأستاذ يحيى أمين. خبرة المحاضر: مهندس إنتاج متخصص في هندسة البترول، ينتج من خبرة حوالي 15 عام في عمليات الرفع الصناعة والإي أو آر. يتمتع بمعرفة واسعة في مجال تحليل البيانات وطرق الإنتاج الحراري. نتقدم بالشكر للمهندس يحيى وجميع المشاركين، ونتمنى لكم الاستفادة من المعلومات القيمة. أستاذ يحيى، تقدر تفضل إذا جاي تسمعني. طيب، في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم جميعا. شاكر جدا على إتاحة الفرصة والمقدمة اللطيفة ومنصة SBE جامعة البصرة، ونتمنى إن شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم ونقدم مادة خفيفة لطيفة تكون فيها الفائدة إن شاء الله لكل الحضور بإذن الله، سواء كان طلبة على مشارف التخرج أو سواء كان خريجين جداد او سواء كانوا مهندسين في السنوات الاولى من المهنه يعني. فان شاء الله نحاول نخلي الموضوع شويه سلس، انا شويه عاوز اخلي المحاضره شويه تفاعليه، ما عاوز اخليها بالنظام التقليدي تبع الاسئله والاجوبه. فان شاء الله اتمنى انه الجميع يتفاعل معانا بطريقه كويسه وطريقه منظمه على اساس انه نقدر نوصل المعلومه ان شاء الله بافضل طريقه ممكنه بحول الله. طيب استاذ هو تابع معايا لو ممكن، بس عشان نعمل شير للباوربوينت لو تكرمتي. العفو أستاذ، يعني هسه العرض أنت ما جاي واضح، تبدأ ترفعه، ما جاي العرض تسوي فيه؟ العرض واضح العرض واضح عندكم على الشاشة؟ لا ما واضح، ماكو عرض. طيب تمام، واضح؟ نعم واضح لسه أستاذ. واضح. الصوت كيف، واضح معاكم؟ نعم أستاذ واضح. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله سيشن اليوم وبكره ان شاء الله حيكون عن موضوع اللي هو الثيرمال ميثودز فور اويل ريكفري او ما يعرف اختصارا بالتي اي او ار. طيب حنتناول ان شاء الله الاجنده حقت الويبينار او السيمينار على يومين. فبدأ ان شاء الله من اليوم او الليله ان شاء الله حيكون في مقدمه بسيطه مع بعض التعريف عن بعض التعريف بعض المبادئ او الاشياء الاساسيه بالنسبه للثيرمال اي او ار او الاي او ار بصوره عامه، بالاضافه الى سرد للباك جراوند او الخلفيه المتوفره عن الاي او ار او مشاريع الاي او ار حول العالم. هيكون في مجموعه من الاحصائيات، هيكون ان شاء الله في مجموعه من التفاصيل. هنحاول نتطرق ان شاء الله للجزء النظري او المحتوى النظري بالنسبه للاي او ار، وان شاء الله بكره هنواصل ان شاء الله في التطبيق العملي او الطرق المستخدمه فعليا على مستوى العالم بالنسبه لتطبيق الثيرمال اي او ار على مستوى العالم. طيب اذا سمحت ممكن مداخله بسيطه اللي هو اساس ما تكونوا معي في العرض يعني. فورد ديفينيشن أو تعريف المصطلح. So first of all, what is enhanced oil recovery or what is EOR? And what does EOR mean? يعني باختصار يعني ما هو الـ EOR أو ماذا يعني مصطلح الـ EOR بالنسبة لنا احنا كمهندسين نفط وغاز. فأحب أسمع آراءكم مبدئياً، إذا شخص عنده معلومة أو شخص درسها مثلاً في مقرر يا ريت تشارك معانا، بس نوع من التفاعل اساس نعرف مستويات الطلبه ومستويات الاشخاص المشاركين بالنسبه للمحصله العلميه اللي عندكم موجوده بالنسبه للاي او ار. فتفضلوا مشكورين. في شخص عنده معلومة عن معنى الـ EOR أو الـ Enhanced Oil Recovery؟ مرحبا يحيى، أهلا وسهلا. محمد معك. معلومات نعم بدائية أكاديمية عن الموضوع. تفضل. هي بالضبط بشكل عام الـ Production ينقسم إلى ثلاث أقسام أو 3 stages.
الستيج الأول هو البرايمري برودكشن اللي هو يكون ناتشرال درايفز للريزرفوار، هي اللي تكون تساعد على الإنتاج. الستيج الثاني هو الستيج اللي غالبا يكون البريشر مينتنس أو الووتر انجكشن، ويسموه السكندري ريكفري. بعد هاي الطريقتين إذا النفط أو الهيدروكربون ستيل يعني في مشاكل في الاستخراج أو صار في ديكلاين، وإذا كان يعني فيزبل خلينا نقول الموضوع، يستخدمون الطرق التيرشيري يسموها. هاي التيرشيري ميثودز هي الـ EOR ميثودز، بها أنواع متعددة مثل الكيميكال، الأهم هو الثيرمال أو الأكثر شيوعاً الثيرمال ميثودز، هي طرق استخلاص ثانوية للنفط بعد الـ primary method والـ secondary method. تجي الـ tertiary method methods، عندك الثيرمال، كيميكال، ال يعني في طرق مختلفة، نقدر نقول طرق مختلفة عديدة يعني. نعم. قسم mainly إلى ثلاث أقسام، هي الثيرمال يمكن والكيميكال وعندنا ال ثيرمال يا بالضبط. فهي الطرق الثيرد يعني هي بشكل عام تكون متداخلة مع مفهوم آخر اللي هو مفهوم الـ IOR والـ Improved Oil Recovery. تمام. يعني بس الموضوع هنا عندنا الـ EOR اللي هو الـ Enhanced Oil Recovery اللي هو يجي بعد الـ Secondary Recovery اللي هاي الطبقة المعروفة مثل ما قلت لك الـ Chemical الـ طيب ممتاز ممتاز باشمهندس محمد. انت لسه في الجامعه ولا تخرجت ولا موظف جديد؟ لا متخرج يعني. متخرج يعني. ما شاء الله الدخيل العلميه طيبه ما شاء الله، والله مشاركه طيبه تعكس يعني مفهوم وفهم عالي للمحتوى. طيب في مشاركه اخرى ولا نواصل؟ في شخص ثاني عاوز يشارك او حاب يقول حاجه عن اليو ار؟ طيب يبدو انه ما، طيب هو زي ما قال الباشمهندس محمد يعني ما شاء الله اجابه كافيه ووافيه وشافيه. فالانهانس او الريكفري هو عباره عن مرحله من مراحل خلينا نقول التطوير او الانتاج بالنسبه للمكمن او بالنسبه للطبقه او الريزرفوار اللي منتج منه او شغالين منه انتاج بالنسبه للنفط او الغاز. فبيزيكلي هو المرحله الاولى زي ما ذكر الباشمهندس محمد انه بنبدا طوالي بما يسمى ببرايمري ريكفري. فالبرايمري ريكفري هو ميلي أو بيعتمد أساساً على الانرجي that is within the reservoir أو اللي هو الطاقة الموجودة داخل المكمن نفسه. فعلى حسب نوع الطاقة الموجودة سواء كان water drive سواء كان gas car drive سواء كان solution gas drive سواء كان أي نوع من أنواع اللي هو الطاقة الذاتية اللي بتحرك الفلويد، خلينا نقول اللي بيخلي الفلويد يتحرك من المكمن إلى البير السطح فوق بنسميه برايمري ريكفري او الطرق اللي هي الاساسيه او الاوليه في الانتاج بالنسبه للنفط والغاز. البرايمري ريكفري نفسه عنده تو ميثودز او تو ميكانيزمز. فاللي هو الطريقه الاولى بالنسبه للبرايمري ريكفري هو عباره عن الناتشرال ليفتنج. الناتشرال ليفتنج اللي هو عباره عن الاعتماد على الاستخراج النفط او استخراج الهيدروكربون بدون استخدام اي شيء، يعني عباره عن توصيلات او الطاقه الموجوده داخل المكمن كافيه انها توصل الفلويد الموجود داخل او الهيدروكربون الموجود داخل المكمن الى السطح بدون اي مشكله. الميكانيزم الثاني او الطريقه الثانيه اللي هو بيتكلم عن ارتفيشال ليفتر. ارتفيشال ليفتر هو عباره عن رفع الصناعي وعباره عن ادخال منظومه اضافيه. الهدف الاساسي من هذه المنظومه انه تعمل فرق بالضغط على اساس تبوش او تدفع الهيدروكربون انه يطلع او يصل الى السطح. الارتفيشال ليفتنج طبعا عنده طرق متعدده اهمها الاي اس بي، وعندك الجاز ليفت، في السكر بامب، في الهيدروليك بامب، في كميه من الارتفيشال ليفت. لكن ممكن ده نطرق له ان شاء الله في 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 محتوى اخر او في برزنتيشن اخر. ده البرايمري ريكفري فيما يخص البرايمري ريكفري. بعدها بننتقل الى السكندري ريكفري. فاذا جينا على السكرين في البرايمري ريكفري زي ما قلنا في الناتشرال فلو في الارتفيشال ليفت. الاويل ريكفري
اللي او الخام المستخلص من البرايم ريكفري جنرالي او اولموست يعني نسبته تقريبا ما يعادل 30% من اللي هو الريكفربل ريزيرف او اللي هو كميه الهيدروكربون الموجود في المكمن والذي يمكن استخلاصه. حسب تقريبا نسبه الاستخلاص في البرايم ريكفري او في الطرق الاولى الى 30%. طيب بعد السكندري ريكفري زي ما ذكر باشمهندس محمد انه بنعمل انجكشن للفلويد. الانجكشن للفلويد الهدف الاساسي من هذا الانجكشن هذا الحقن سواء كان ووتر فلودنج او سواء كان جاس فلودنج هو البريشر مينتنس او المحافظه على الضغط داخل الطبقه. الشيء الطبيعي انه انت لما تبدا انتاج مع مرور الزمن بيحصل لك فقدان او لوس او ديكلاين في البريشر داخل الطبقه او الضغط داخل الطبقه وبالتالي بتفقد الى حد كبير انتاجك من الهيدروكربون. فانت بتدعم هذا الانتاج او تعوض هذا الفقد بانجكشن او بتعويض الطاقه بانجكشن لغاز او ووتر على اساس انه يحصل لك بالانس او تحطه مينتين او تحافظ على الضغط داخل الطبقه بحيث انه تقدر تحصل على نسبه اعلى من الهيدروكربون. خلينا نقول السكندري ريكفري ممكن يحصل ريكفري الى ما بين 30 الى 50% من اللي هو التوتر ريكفربل ريزيرف الموجوده داخل الطبقه. طيب نجي بعد التيرشن ريكفري او الطرق الثانويه خلينا نقول اللي هي باعتبارها اللي هي الانهانس اويل ريكفري. الانهانس اويل ريكفري هي عباره عن طرق استخلاص اضافيه بعد ما ننتهي من البرايمري ريكفري وننتهي من السكندري ريكفري ندخل بعد ذلك في التيرشن ريكفري او ما يعرف بالانهانس اويل ريكفري. نظريا انه الانهانس اويل ريكفري ممكن يزيد نسبه الاستخلاص من الهيدروكربون الى اكثر من 50% وقد تصل في حالات الى 80 او اكثر من 80% من كمية الخام أو كمية الهيدروكربون القابل للاستخلاص داخل الطبقة. طيب في ملحوظة ثانية بالنسبة للتيرشن ريكفري أو الـ EOR إنه الـ EOR يعني مش بالضرورة إنه نحن نمر بهذه المراحل عشان ما نقدر نتخلص أو نستحصل على كل الخام الموجود. ده بيعتمد على حسب طبيعة الخام نفسه، طبيعة الروك نفسه، طبيعة الريزرفوار نفسه، طبيعة المكمن نفسه كجيولوجيا وكطبقة داخل الأرض. وبالتالي في بعض المراحل ممكن نتخطى البرايمري ريكفري ونتخطى السكندري ريكفري مباشرة إلى التيرشن ريكفري أو الانهانس اويل ريكفري باعتباره نوعا ما لكسب الزمن في اللي هو في الحصول أو في الإسراع في التحصل على الهيدروكربون من داخل المكمن. الشيء الآخر اللي عايز أذكره بالنسبة للـ EOR انه سمي اي او ار لانه كل عمليه او اي عمليه او اي اوبريشن بتحصل بتغير من خواص الخام او بتغير من خواص الصخر نفسه او الروك نفسه ده طوال احنا بنتبعه للاي او ار. يعني سواء كان البرايمري ريكفري يعني سواء كان ناتشرال فلو او سواء كان ارتفيشال ليفت ما بيكون في تغيير في خواص المكمن او خواص الفلويد او الهيدروكربون داخل المكمن. السكندري ريكفري موضوع الانجكشن ما بيكون في تغيير في خواص الاصليه للمكمن، الخواص الاصليه للزيت او الغاز داخل المكمن. لكن في التيرشن ريكفري او في الانهانس اويل ريكفري بيحصل تغيير اما في خواص المكمن سواء كان الصخر نفسه او سواء في اللي هو الفلويد او الهيدروكربون موجود داخل المكمن. طيب الانهانس اويل ريكفري is the implementation of various techniques for increasing the amount of crude oil that would be extracted from an oil field. زي ما ذكرنا انه عباره عن عمليات يتم استخدامها من اجل زياده نسبه الاستخلاص او نسبه الاستحواذ ونسبه الانتاج لجميع الهيدروكربون الذي يمكن استخلاصه من داخل الطبقه ومن داخل المكمن. Enhanced oil recovery is also called the tertiary recovery as opposed to primary recovery where external energy is needed to recover reserves and secondary recovery where energy is added to the reservoir either water or gas injection in order to maintain the pressure in order to continue the production phase to extract more hydrocarbon from the reservoir itself. هذا معناه انه معناه في البرايمري زي ما ذكرنا انه ما بيحتاج لادخال طاقه المكمن نفسه في الانتاج واستخلاص الهيدروكربون، لكن في السكند ريكفري بيضطر الى حقن فلويد داخل الطبقه للحفاظ او استخلاص المزيد من الهيدروكربون من داخل الطبقه. انتشن ريكفري هو الـ EOR in addition to energy being supplied to reservoir بالإضافة إلى الطاقة التي من إدخالها إلى المكمن physical and chemical changes are also made to the reservoir enabling recovery of more oil reserves. هذا معناه في تغيير بيحصل في الخواص الفيزيائية والكيميائية أو الميكانيكية حتى بالنسبة للصخر الموجود داخل المكمن وهذا
ما يعرف بالانهانسد اويل ريكفري. طيب this presentation objective، الهدف من السيشن او هدف من البرزنتيشن is about explaining and showing the most widely used thermal EOR methods، عبارة عن توضيح وعبارة عن تنوير للي هو أكثر الطرق استعمالا أو التكنولوجي بتاعت الـ EOR في بالنسبة للعالم and the technology used for the implementation in the oil industry بالنسبة للصناعة النفطية. طيب لو جينا نشوف اللي هو شكل الخام الثقيل، خلينا نتكلم احترم نتكلم عن thermal oil recovery، معناها بيتعامل مع الخام الثقيل mainly، يعني بنتكلم مع الهيفي هيفي كرود. There are different forms of heavy crude. عندنا في في teacher. Yes, yes. Proceed. Slight stops or not share it. ممكن تعيد سؤالك بالعربي، ما في مشكلة. السلايد وقفات السلايدات ما يمشوش. أي سلايد، أي واحدة، أي واحدة تقصد؟ قاعد على أوتلاين تو احنا هنا. أوتلاين. Not moving. Slides not moving. Not moving. طيب يمكن الكونكشن من عندك، الكونكشن لانه عندي هنا في شخص ثاني عنده مشكله في السلايدز. يا باشمهندس هدى، استاذ هدى. العفو استاذ، هسه انت على يا سلايد مخليها؟ طيب هي حاليا بالسلايد رقم 6. سلايد الاوتلاين. لا العائلة لانه شغال بالسلايد شو. لا هسه هي حاليا على السلايد الاوتلاين، اذا تقدر تخليها على السلايد رقم 6 لان هو اصلا ما ظهر هسه علي على طيب هسه طيب هسه 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 على هسه على الاوتلاين ولا تغير السلايد عندكم؟ بعد لحد الان. طيب تمام اوكي. لا تغير يا طيب. دكتور تغير. طيب الان الجميع كلهم ظاهر عندهم سلايد رقم 6. نعم. طيب تمام، انا حغير على 5، لو في شخص مثلا ما واضح معاه بالله يعطيني خبر. الان على سلايد رقم 5 تغير عندكم كلكم؟ واضح تغير. تمام اوكي. الآن الجميع شايف الصورة صحيح؟ yes. تمام. طيب there are different forms of heavy oil crude، زي ما ذكرنا بتعامل مع thermal oil recovery، thermal enhanced oil recovery أو طرق حرارية للاستخلاص الثانوي، معناها بيتكلم عن heavy crude. فدي تقريبا صور للأشكال للخام الثقيل خلينا نقول. طيب في الصورة على اليسار أول صورة اللي هي عبارة عن common heavy oil اللي هو عبارة عن الخام الثقيل التقليدي أو العادي أو الجنرال العادي العموم. فبيتكلم دائما في الـ classification تبع الـ API إنه كـ heavy crude، في شخص عنده معلومة عن كثافة الـ API بالنسبة للـ heavy crude من قبل كم تقريبا أو كرقم؟ less than 10. لا مش less than 10. لا ليس ده انتني عنده اسم تاني، لكن نتكلم عن هيفي كرود كجنرال. هيفي كرود كم الاي بي اي بيسيكلي تبعه او الديجري تبعه؟ من العشرة الى العشرين. تمام ممتاز، انا من العشرة الى العشرين بنتكلم عن هيفي كرود، كومن هيفي كرود. كل ما الاي بي اي نقص معناها بيتكلم عن اكسترا هيفي اويل كرود. تمام، فمعناها انا من العشرين يعني مجرد ما الاي بي اي ظهر عندي في اللاب انه والله كثافة الاي بي اي او الديسيكلي تبع الاي بي اي طلعت 20، أنا بتعامل مع هيفي كرود. وانس انه او طالما انه الاي بي اي صارت نازله او صارت فيها نقصان، فبالتالي بتعامل مع اكسترا هيفي كرود which is usually غالبا بيكون less than 10 اي بي اي. فمعناها لما بتعامل مع خام اقل من 10 اي بي اي فمعناها هذا بنسميه الاكسترا هيفي اويل. طيب الاكسترا هيفي اويل هو عباره عن الصور الموجوده في المنتصف، هتلقى انه والله كثافته او النزوج حقته بتلقاها اعلى من الكومون هيفي اويل، وكل ما زاد او كل ما نقص زاد النزوجه ونقصت الاي بي اي، وبالتالي بيتكلم عن مور تنس فلويد مور فيسكس فلويد، وبيتكلم عن السوبر هيفي اويل الى ان نصل الى الشيل اويل. طيب في شخص عنده معلومه عن الشيل اويل او تعريف مختصر للشيل اويل؟
unconventional reservoirs ولا؟ طيب unconventional بمعنى، طيب بمعنى اخر تعريف شويه عشان الناس تتابع معانا كلها، تكون كلها بنفس المستوى من الفهم. low permeability less than 0.1 ملي دارسي. طيب خلينا نتعامل، طيب خلينا نتعامل مع الـ مع الفلويد نفسه بدل من الـ لان permeability عباره عن rock property. فانا لا بتكلم عن الفلويد بروبرتي. فانا بقول والله انه الشيل اويل او الشيل اويل كفلويد بروبرتي ايش معناها او مقصود بها شنو مثلا؟ هو كلامك مظبوط، كلامك صحيح انه هي فعلا ان كونفشنال ريزرفورز، كلامك مظبوط ما في مشكله، لكن بس عايزين نعرف الطريقه اساس ان الناس تكون كلها نفس المستوى بتاع الوعي ونفس المستوى بتاع المتابعه يعني. في شخص عنده مشاركه؟ طيب الشيل اويل هو بيزكلي بيكون في الطبقات زي ما ذكر اخونا قبل شويه في المداخله، انه الشيل اويل عباره عن ان كونفشنال ريزرفور. لما نقول ان كونفشنال ريزرفور انا بتعامل مع الطبقات الغير تقليديه، خلينا نقول الطبقات التقليديه على مستوى الاويل اندستري اللي هي اما قادر تكون ساند ستون او اللي تكون اللي هو الكربونيت، اللي هي تكون الطبقات الرمليه ساند ستون او اللي تكون الكربونيت ريزرفور اللي هي الطبقات الكلسيه او الطبقات الميل اللي مكونه من السي اي سي او 3 او كربونات الكالسيوم. ظهر في الفتره الاخيره طالما لانه طبعا الزياده على الطاقه والزياده على النفط اصبح شيء ضروري بالنسبه لمتطلبات الطاقه او استيفاء الطاقه على مستوى العالم، فبالتالي دخل تصنيف جديد بالنسبه لي اللي هو الريزرفورز اللي هو حاجه بنسميها الان كونفشنال ريزرفور او الريزرفور او المكمن غير التقليدي. بنتكلم مين اللي هنا عن الشيل، فالشيل اللي هو عباره عن نوع من انواع الروك او انواع الصخور بيتميز انه ما في نفاذيه او عديم النفاذيه تقريبا، يعني النفاذيه حقته او البريميلتي بتاعته اقل بكثير من الساند ستون. ففي مكان على مستوى العالم بالذات تحديدا في امريكا وفي كندا في امريكا الشماليه في مكامن ان كونفشنال شيل ريزرفورز بوابيه فيها كميات كبيره. عليكم السلام. عفوا استاذ انت بي اصلا اجي تتكلم؟ نفس المشكله. اي والله نفس المشكله. هذه السلايد رقم 6 الان غيرت معاك؟ نعم. خلاص تمام خلاص هنواصل في الشيل. فهي عباره عن مكامن غير تقليديه اللي هي عباره عن مكامن قليله النفاذيه قليله المساميه وتواجد فيها كميات كبيره من الزيت الصخري. لما نتكلم عن زيت صخري معناه هو زيت is very viscous لزج لدرجه انه صار جزء من الحجر نفسه، يعني الخام او الهيدروكربون او الزيت صار لزج بطريقه عاليه لدرجه انه اصبح ملتصق تماما بالسطح تبع الروك او سطح تبع الصخر نفسه. وبالتالي انت محتاج لعمليات، اقدر اقول عمليات نوعيه مش عمليات تقليديه لكن عمليات نوعيه specific types of operation in order to extract this kind of hydrocarbon. تمام؟ طيب خلينا نمشي للسلايدز اللي بعده. طيب زي ما ذكر اخونا البشمهندس محمد في البدايه انه الاي او ار هو عباره عن تكنولوجي، وفي اي تكنولوجي في عندها كميه من الانواع او من الاصناف. فالثيرمال ميثود هو عباره عن النوع الاول من انواع الاي او ار، فمينلي مقصود به اللي هو الستيم انجكشن او اللي هو الحقن بالبخار. طبعا نتعامل مع هاي فيسكس فلويد او مع مائع ذو لزوجه عاليه، فبالتالي بنتعامل دائما بنتعامل مع اللزوجه بنتعامل مع الحراره على اساس انه والله يا اخي الحراره بتتعامل مع بتزيد حراره، زياده الحراره بتقلل من اللزوجه وبالتالي يصبح استخلاص الهيدروكربون او المايع حرارته تبدا اسهل بالنسبه للانتاج. فبيزيكلي ذي ار تو تايبس اوف ثيرمال ميثودز اللي هو السايكليك ستيم ستيموليشن اللي هو الانتاج او الحقن الدوري للبخار، وفي الستيم فلودنج او اللي هو الحقن المستمر للبخار. عليه ان شاء الله في تفاصيل وان شاء الله في السيشن بتاع بكره باذن الله. النوع الثاني هو الميسبل جاز انجكشن، هو عباره عن حقن الغاز بحيث انه يكون ميسبل او انه يكون ذائب داخل الفلويد او داخل الليكويد بحيث انه يعمل حالتين، اول حاجه انه يحافظ لك على البريشر تبعك، والشيء الثاني انه يسهل او يسهل موضوع الحركه للفلويد نفسه بحيث انه يقلل اللزوجه او يقلل الدنسيتي الكثافه حقت المائع، وبالتالي يصبح الانتاج او الحركه حقت السائل سهله وافضل يعني.
الشيء الثالث اللي هو الكيميكال ميثودز. الكيميكال ميثودز هي الطرق الكيميائيه، مينلي بيتكلم عن البوليمر فلودنج والسيرفكتنت فلودنج. طيب البيزك او البيزك او الاساس في الكيميكال ميثود اللي هو عباره عن زياده اللزوجه للسائل المحقون داخل الطبقه. طيب البوليمر والسيرفكتنت هي عباره عن باودر تضاف بكميات او بنسب محدده في السطح، ويتم بعدها كذابتها في الماء بحيث انه يصبح عندك اللي هو نوعا ما الخام او الماء المحقون نوعا ما لزوجته عاليه. لما يتحقن داخل الطبقه بيعمل لك زي فرونت او عباره عن، خلينا نقول عباره عن واجهه تدفع لك الاويل من اللي هو من البير تبع الحقن الى البير المنتجه. بيتكلم عن اليه بتاع الدفع لانه بيتكلم عن لزوجه، فبالتالي عندك خام لزج وعندك خام اعلى منه في اللزوجه. الشيء الطبيعي انه الخام اللي لزوجته اعلى يدفع او يحرك الخام اللي لزوجته اقل، وبالتالي واحد من الميكانيزم او واحده من الادوات اللي هي عباره عن حقن البوليمر او السيرفنتنت از فرونت تو بوش اللي هو الاويل فروم ذا انجكشن ويل تو يور برودكشن ويل او للبرودكشن زون. في تكنولوجيا جديده ظهرت اللي هي سمارت ووتر فلودنج، وهو بيزكلي بيتعامل مع الكيميكالز او خلينا نقول مع الكيمياء تبع الفلويد الموجود داخل المكمن. واحدة من الطرق اللي هي السالينيتي والايون اكسشينج اللي عبارة عن تقريبا تعديل في الملوحة وتعديل في تركيز الايونات للفلويد داخل الطبقة. الشيء الثاني انك هو تعديل في الويتابيليتي، والشيء الاخير اللي هو الانترفيشال تنشن. الجزء الاخير اللي هو الميكروبيال اللي هو عبارة عن حقن الكائنات الميكروبية باعتبارها كائنات عضوية وبتتحلل او بتعتمد على الهيدروكربون أو الأشياء المتفسخة ومتحللة في الغذاء بتاعها، وبالتالي عندها ميكانيزم حيوي أو بايو حيوي معين، وبالتالي بيحصل لك اللي هو التقليل برضو لزوجة نقول نوعا ما، بالإضافة إلى تكوين غاز ممكن يؤدي برضو ويساهم برضو في عملية دفع الهيدروكربون من الانجكشن ويل أو الانجكشن زون عموما إلى البرودكشن زون. طيب نمشي للسلايد اللي بعدها. لو تكلمنا عن الاستاتيكستكس او اللي هي الاحصائيات على مستوى العالم بالنسبه لمشاريع اليور على مستوى العالم. طيب في عندنا شكلين، فيجر اي وفيجر بي. الفيجر اي على اليسار بيمثل لك اللي هو الفوليوم ان مليون بارلز اللي هو حجم الانتاج بالنسبه للهيدروكربون ومين للاويل بالنسبه لملايين البراميل على مستوى السنين. وعندك اللي هو في الواي اكسس او السكندري اكسس اللي هو الريفينيو بالبلايين، بلايين الدولارات، بليون دولارز او مليارات الدولارات. طيب لو لاحظنا انه من سنه 2014 الى 2020 هنلقى انه في زياده واضحه وظاهره في اللي هو الانتاج باستخدام تقنيات المختلفه للاي او ار، فبالتالي اصبح الاي او ار تكنولوجيا عباره عن جزء لا يتجزا من الصناعه النفطيه. بالعكس بالبعض بعض الدول بتدخل طوالي في الاي او ار انستد اوف جوينج ثرو ذا تكنيكال او الكونفشنال سيريز من البرايمري تو السكندري تو تيرشري. في بعض الدول طبعا تدخل طوالي من طبيعه الحال تتحمل اصلا وما في اصلا طريقه، لانه يعني زي ما بيقولوا تجازف بالبرايمري في الاول فبيدخل طوالي في التيرشري ريكفري في الاي او ار على اساس انه يعجل موضوع الانتاج بالذات ايام يكون في اضطراب او اختلال في اسعار النفط العالميه. فبالتاكيد الخطوه محسوبه، بالتاكيد الاستعجال مطلوب. فالترند بيديك تصاعدي انه في زياده او في زياده طلب او زياده انتاج مصاحبه للي هو الاوبريشنز اوف الاي او ار انسايد ذا جلوب او في العالم. يعني بنتكلم في سنه 2014 بنتكلم تقريبا عن 200 مليون برميل تم استخراجه عن طريق الاي او ار، تقريبا ما يعادل في حوالي 60 الى 70 تقريبا مليار دولار كعائد. في سنه 2020 بنتكلم عن 400 مليون برميل ما يعادل تقريبا حوالي 160 مليار دولار في العام. نيجي للشكل اللي جنبه في غربي، في غربي اللي هو الاي او ار فوركاست in the Middle East region اللي هو منطقة الشرق الأوسط إلى العام 2050. طيب
في عندك كميه من الالوان وكل لون بيمثل لك كانتري معينه او دوله معينه. طيب مثلا نستخدم مثلا نشوف مثلا العراق اللي هو اللون اللي هو الدارك بلو او الكحلي او الازرق الغامق. طيب العراق تقريبا بدا الاي او ار يعني نقدر نقول من قبل 2010 او 2010 نقول 2010 الانتاج المصاحب للاي او ار كان تقريبا في حدود اللي هو مثلا نص مليون برميل يعني 500 الف برميل في اليوم كان عمليه استخلاص الثانوي المصاحبه والشغاله في العراق. طيب في العام 2024 بنتكلم تقريبا عن حاجه ما تعادل 2.5 مليون برميل في اليوم، فبدي معناها 2 مليون برميل اضافيه في ظرف 14 سنه. ده بوريك ضخامه او بوريك اللي هو حجم المشروع وتطبيقاته وحجم الفائده المصاحبه لتطبيق اللي هو على مستوى العالم. في العام 2050 حنجي نلقى انه العراق تقريبا حينتج ما يعادل 5 مليون برميل حسب الورقه المنشوره سنه 2019. تلقوا الاسم حق الورقه مكتوب تحت بالازرق في السلايد رقم 8. فالعام 2050 ذكروا الاوثرز او المؤلفين للورقه انه العراق حينتج 5 مليون برميل باستخدام التقنيات المختلفه لتطبيقات الاي او ار على مستوى العراق. طيب خلونا نمشي للسلايد اللي بعده. لو جينا نتكلم عن الاي او ار ككل على مستوى العالم، الاحصائيه نفسها بتوضح انه في 563 مشروع او اي او ار بروجكت في امريكا. هي طبعا دوله رائده في مجال الاي او ار والتكنولوجيا بتاعت الاويل اندستري عموما. بنتكلم عن 155 مشروع في كندا، بنتكلم عن تقريبا 37 مشروع في ترينيداد، 49 مشروع في فنزويلا، 5 مشاريع اي او ار في البرازيل، 30 مشروع في جرماني في المانيا، و5 مشاريع في فرنسا، بالاضافه الى 7 مشاريع في تركيا، 8 مشاريع في الهند، و70 مشروع او اي او ار ابلكيشن في الصين. اللافت للنظر انه عفوا انا لقيت ورقه والله واحد من انا صديقي الاستاذ، ولقيت واحد من الاوثرز او واحد من المؤلفين للورقه عراق الجنسيه اسمه موقيت الطاهري، تقريبا كان شغال في او كان يعمل مهندس في شركه ميسان، وتقريبا كان عضو تدريس او عضو محاضر تدريس في جامعه ميسان بالعراق. فالبيبر والله يعني جميله جدا، ويا ريت ممكن مثلا نستضيف مثلا باشمهندس موقف على اساس انه يوريني بالضبط تطبيقات الاي او ار في العراق، او حسب خبرته في مجال الاي او ار يوريني بالضبط الابلكيشنز تبع الاي او ار في الميدل ايست ويا حبذا مثلا في العراق او في اي دوله مثلا حسب خبرته وحسب تاريخه الموجود. طيب موفينج اون، ستيل كونتينوسلي سبيكينج اباوت ستاتستكس احصائيات برضه، لكن بس بالنسبه لي هنا الاختلاف بالنسبه لتوضيح تفاصيل المشاريع بالنسبه للتكنولوجيا المستخدمه، هل هي ثيرمال او كيميكال او حسب التكنولوجيا المستخدمه. ففي اليو اس اي زي ما قلنا في 265 بروجكت شغال بالاي او ار اللي هو بيشغال عن طريق الستيم. هتلقى هنا الستيم مكتوب 265 بروجكت، بيوريك انه كميه الثيرمال اي او ار ابلكيشن ان ذا يو اس اي. We are mainly dealing with shale oil. It's more than يعني natural more than light oil. فهي بالتأكيد بتعاملوا مع الخام الهيفي heavy crude. وزي ما ذكرنا إنه اليو اس اي وكندا هم من كبار الدول أو كبار الدول اللي فيها الاحتياطي عالي بالنسبة للشيل أويل أو الأنكونفشنال ريزيرفز على مستوى العالم. طيب 54 مشروع فقط هي بتتكلم عن الهيدروكربون ميسابيليتي اللي هي إذابة الغاز داخل الطبقه واستخدامه في الانتاج. السي او 2 ميسبل يعني في الغاز نفسه مستخدمين السي او 2 انجكشن في 128 مشروع، البوليمر انجكشن 25 مشروع. في السي او 2 ميسبل، الميسبل مقصود بها انه السي او 2 بيكون فري غاز ما بيكون مذاب داخل الزيت، فبيكون عباره عن فري غاز وبتستفيد من الاكسبانشن الغاز. معروف انه كل ما زاد الحجم كل ما زاد اللي هو البريشر، فبالتالي كل ما انت استفدت من الحجم الغاز المعجون داخل الطبقه فبالتالي ده بيعمل برضه عباره عن ضغط اضافي للفورميشن، عباره عن اكسترا اويل برودكشن بالاضافه الى
البريشر مينتننس انسايت ذا ريزرفور اتسلف. نتكلم على 12 بروجكت هوت ووتر نيتروجين ميسبل برضه 17 بروجكت نيتروجين ميسبل 7 بروجكت الكلاين اللي هو الكيميكال انجكشن تقريبا 1 بروجكت والهيدروكربون ميسبل 2 بروجكت تمام. نفس التفاصيل بالنسبه بعد كل دوله حسب تطبيق الاليو ار حسب التكنولوجيا المستخدمه تلقاها محصوره هنا عندك في التيبل الموجود في السلايد رقم 10. طيب موفينج اون بالنسبه للورقه او اكوردنج للورقه البيبر المنشوره في 2019 انه تقريبا الاحصائيه بتوضح انه most of the AOR applications are applied in conventional reservoirs. By conventional we mean sandstone and carbonate reservoirs. في الورقه برضه بيوضحوا اللي هو النسب الموضحه لتطبيق الـ AOR في كل نوع من انواع اللي هو الليثولوجي الموجوده في كل العالم. فبيز بيزكلي الثيرمال نتكلم عن الثيرمال او الاستخلاص الحراري نتكلم عن موضوع الاستيم ده كان الاستيم مطبق في 386 مكمن ساند ستون ده كان الليبل او الكيان ساند ستون اللون البرتقالي والكربونات اللون الازرق. ف 386 بروجكت على مستوى العالم العام 2019 مطبق على الساند ستون بينما 4 مشاريع فقط من الثيرمال ريكفري مطبقه على الكربونات ريزرفورز meaning انه والله الاستخلاص او كميه الهيدروكربون المستخلص او الريكفربل هيدروكربون من الساند ستون اعلى بكثير من المستخلص من الكربونات وده بيديك انديكيشن لنجاح الثيرمال اور ريكفري او الثيرمال انهانس اور ريكفري تكنولوجي في الساند ستون ريزرفورز. لو جينا نتكلم عن الانترنال كومبشن هو الانفجار الداخلي داخل المكمن حنجيها بكره ان شاء الله بالتفصيل نوضح الميكانيزم تبعه. بنتكلم عن 18 بروجكت مطبقه في الكربونت ريزرفورز و14 بروجكت مطبقه في ساند ستون. الهوت ووتر انجكشن 80 بروجكت كلها في ساند ستون ما في اي مشروع بتاع هوت ووتر مطبق في الكربونت ريزرفور على مستوى العالم. نفس الشيء بالنسبه للجاز انجكشن الطرق المختلفه لي اللي هو الجاز انجكشن والكيميكال واذر انجكشنز او اذر تايبس اوف انجكشن برضه موضحه بتوضح انه تقريبا 77 او 79% من التوتال بروجكتس اراوند ذا وورلد ار ابلايد ان ساند ستون ريزرفورز وايل اونلي 21% ار ابلايد ان كربونيت ريزرفورز. طيب هنتكلم عن اليو ار سكريننج يعني let's say for example انه والله مثلا اخواننا في هندسه المكامن قالوا لازم نستخدم اليو ار في المكمن اكس او في الفورميشن اكس ف what should we know in order to make an EOR screening يعني عشان اقدر انا اعرف بالضبط اي طريقه استخدمها لاخذ افضل استخلاص على مستوى اليو ار تكنولوجي. بيزيكلي هو في كم فاكتور وفي كم عامل بيلعبوا دور اساسي في تصنيف الليو ار سكريننج او تصنيف اللي هو الانتاج المصاحب للليو ار. ولكن بيزيكلي انا بس في الورقه لانه لقيت الورقه ما شاء الله يعني فيها معلومات جيده فيمكن ابسط طريقه اللي هو بوضحوها بالنسبه للدبث مع الفيسكوسيتي. فتقريبا عاملين البلوت قدامكم على الشكل حق الطبقه او حق الفورميشن على الاكس الواي اكسس وفي الفيسكوسيتي موجوده على الاكس اكسس. بيزيكلي هو طول اساسيه لو تكلمنا عن الثيرمال اي او ار يعني هتكلم بيزيكلي عن الكومبشن والهوت ووتر والستيم. سو بالنسبه للستيم فهنا مين الستيم يعني بالنسبه لي يعني ك ك كطبيعه مكمن هيتطبق عليه ثيرمال اي او ار هيتطبق عليه مثلا هيت ابلكيشن. انا بتعامل مع شالو ريزرفورز يعني طبقات في اعماق ضحله او اعماق بسيطه بالاضافه لهيفي دنس او هيفي فيسكس فلويد اللي هو عباره عن سائل نزول تحت تكون غالبا عاليه. احنا كنا دائما التطبيق موجود او الستيم مطبق في اللي هو الاريا الموجوده هنا موجوده هنا. لو غيرنا الكيرسر بس على اساس انه لازم
طيب خلونا عرض الفول. الصورة واضحة عندكم يا شباب؟ الصورة واضحة للجميع؟ نعم، الواضحة. طيب لو هنتكلم عن الثيرمال اويل ريكفري، ففي الغالب هنتكلم عن هذه الاريا. فالاريا الموجودة هنا اللي هي بتتكلم عن فيسكس فلويدز ان شالو فورميشنز، يعني تقريبا هم الابلكيشن تبعهم اللي هو الماكسيمم ديبث تقريبا حسب الببلشت بيبر، بنتكلم تقريبا عن يعني 6000 قدم، اللي تقريبا ما يعادل يعني 2000 متر. طيب فتقريبا ده لو كان الماكسيمم ديبث في الابلكيشن للثيرمال اي او ار للبروجكتس اراوند ذا وورلد. لكن الغالبيه العامه من اللي هو البروجكتس الاذر بروجكتس اراوند ذا وورلد او في على مستوى العالم كانت كلها تقريبا في اعماق اقل من كده بكثير، يعني بنتكلم تقريبا في حدود تقريبا 3000 قدم، اللي هي تقريبا الاقل يعني 1000 متر او اقل من 1000 متر يعني. فده بيديك انديكيشن جيد للي هو التصنيف المبدئي بالنسبه للاي او ار تكنولوجي، انه والله يا اخي اي طريقه انسب للتعامل مع اي خام. فترى بتعامل مع خام في 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 طبقات ضحله ولزوج عاليه، فبالتالي هيكون تركيزك كله على الطرق اللي بتقلل لك اللزوجه وبتزيد لك اللي هو الموبيليتي الحركه تبع الخام الموجود داخل او الهيدروكربون داخل الطبقه. طيب لو هنتكلم مثلا عن اللي هو نقول مثلا ديب ريزرفورز، فلو زي ما قلنا انه الانديكيشن انه الدبث للاعلى زياده، فبنتكلم عن المنطقه الموجوده او هذه الريجون. طيب بيزيكلي هنا بنتكلم عن اعماق بعيده وبنتكلم عن فيسكوسيتي يعني ممكن نكون اقل ما يكون، يعني بيزيكلي هو ما بيقول انه هيفي لكن بيقول انه والله مثلا نقول انه والله هو عباره عن لايت كرود بيزيكلي، يعني بين الغاز والكوندنسيت واللايت كرود. طيب الاي او ار ابلكيشنز في المنطقه المذكوره تقريبا بيزيكلي كانت هي اللي هي اللي هو الهيدروكربون ميسبل اللون الازرق، وعندنا اللي هو اللون البرتقالي هو كان بيتكلم عن السي او 2 ميسبل، فبالتالي بنتكلم عن اللي هو الغاز انجكشن او الهيدروكربون انجكشن ان جنرال. فانت مشكلتك هنا معناها مشكله في الزوجه بقدر انها مشكله بتاعه تقليل كثافه او تقليل عمود من الهيدروكربون داخل المنظومه، وبالتالي انا بستفيد من الغاز بحيث انه اقلل الدنسيتي او اقلل كثافه الفلويد الموجود، واستفيد من الباور حقت الانجكشن في انه ارفع الخام الموجوده والهيدروكربون الموجود داخل الطبقه. بعد كده في المنطقه في المنتصف عباره عن كولكشن او عباره عن مزيج ميكسر من الطرق المستخدمه اكوردنج لي اللي هو حسب طبيعه الخام، حسب طبيعه الروك او الريزرفوار موجود في كل دوله حسب تطبيقه وحسب الكلاسيفيكيشن تبعه. لكن مين اللي طالما بيتكلم عن ثيرمال انهانسد اور ريكفري معناه بيتكلم عن شالو ريزرفوارز، بيتكلم مينلي عن هاي فيسكوسيتي تو ديل وذ ان اوردر تو ريكفر ذيس هيدروكربون. طيب طيب السلايد اللي بعدها هنتكلم عن الباك جراوند اليو ار سكريننج. طيب يو ار ميثودز فيلد ابلكيشن، فالطرق الثيرمال قلنا مين اللي بيستخدم الستيم، البخار بالنسبه للهوت والاضافه للهوت ووتر والاضافه للكومبشن او الاحتراق الداخلي، الاستفاده من الحراره في اللي هو بسس ريدكشن او تقليل اللزوجه، وزياده الموبيليتي للفلويد، وبيزيكلي بيتعامل مع هاي فيسكوسيتي كرود بالاضافه الى شالو ديبث او اللي هو المكان اللي بتكون فيه اعماق قليله او ضحله. البيزيك ميكانيزم او الدرايفنج ميكانيزم في الثيرمال انهانس اويل ريكفري اللي هي بيتكلم عن الهيت كونفكشن فور فيسكوسيتي ريدكشن، بيتكلم عن اللي هو الانتقال الحراري او انتقال الحراري هيت ترانسفير والهيت ابسوربشن الامتصاص الحراري اللي هو زياده الاستخلاص، وبنتكلم مينلي او الصوره الاساسيه اللي هي عباره عن تقليل النزوجه. طيب النوع الثاني هو البوليمر والسي او 2 اميسبل،
بيزيكلي وي ار ديلينج with mid viscosity اللي هو عباره عن viscosity متوسطه مع عاليه وما بسيطه، بالاضافه الى intermediate depths اعماق متوسطه. البوليمرز increase the viscosity of the injected water زي ما ذكرنا انه بيتم حقن الماء مع الباودر اللي هو mainly يكون السيرفكتنت ده البوليمر لزياده اللزوجه. وبيزيكلي this will push as a front تبوش اللي هو الفلويد ده اللي كان موجود من الانجكشن زون الى البرودكشن زون. ف فيري يوسفول اللي هو اللي قلنا ميكانيزم از امبروفينج انسابيليتي تو ديسبليس اويل اند السويبنج اريا توردز البرودكشن ويلز. و ذيس ابلكيشن از مينلي فيري يوسفول ان فيلز وذ هاي ووتر برودكشن، لو عندك اللي هو الطبق او المقبل فيه نسبه عاليه من الماء المستخلص او الماء المصاحب خلينا نقول، فاذا عندك هاي ووتر برودكشن ممكن يكون ده واحد من الـ من الـ من الاساليب الذكيه في الاستعمال بتاع الاي او ار انك تو ريسايكل يور ووتر. يعني instead of wasting the water وهو بعدك بنقوم نضخه بعدك في اللي هو في ال evaporation ponds أو اللي هو سواء كان بعدك بيحصل له exposure في ال environment أو بيحصل له بعدك مرة بيحصل له evaporation أو تبخير. ف instead of that using the same water or formation water in EOR process as a, no, as a kind of recycling والاستفادة من ال water في اللي هو عمليات ال chemical EOR. طيب بالنسبة لل CO2 is injected at pressures below the minimum miscibility pressure. طيب زي ما قلنا انه الميسيبل فلويد او الميسيبل غاز هو عباره عن ضغط او حقن لغاز، لكن الغاز يكون اهم حاجه انه ضغط الانجكشن بريشر بيكون اقل اللي بكثير او اقل من المينيمم ميسيبلتي بريشر. ده بيتم بسنجل فيز، وده بيكون عندك غاز وفلويد او غاز وليكويد سوري، بيبقى عندك اللي هو ليكويد لانه الغاز كله حصل له ديسولوشن انسايد يور ليكويد. طيب meaning that the free gas اللي هو CO2 او الهيدروكربون غاز is still free means CO2 will oil it remain in liquid و separate phase اللي هو الغاز بيظل في الحالة الغازية. طيب the basic mechanism is that injected CO2 ال CO2 او الهيدروكربون المحقون helps to displace the oil by gas cap expansion. زي ما قلنا حسب الدنسيتي او حسب الجرافيتي بالتاكيد الغاز بيكون فوق بعدها او تحتها بيكون الاويل، تحت بيكون الووتر، فبالتالي الغاز شيء طبيعي انه مجرد ما انت حصل برودكشن او حصل سحب لكميات الزيت الموجوده في المنتصف بيحصل اكسبانشن طبيعي تمدد للغاز، وبالتالي برضه ده بيكون عامل مساعد ل more recovery of oil in the reservoir. طيب also will help maintaining reservoir pressure زي ما ذكرنا انه برضه بيحافظ على اللي هو الاستقراريه لل reservoir pressure inside the formation. hydrocarbon miscible on natural gas plus CO2 بس miscible this time، يعني المره دي انه بيكون عندك اللي هو الغاز المحقون الهدف الاساسي انه يكون مذاب داخل الليكويد. فبيزيكلي بنتكلم عن low viscosity plus high depths، بنتكلم عن دايما اللي هو الهيدروكربون بيكون low viscous plus انه عندك اللي هو الفورميشنز ار ان high depths. الغاز انجكشن بريشر this time will be greater than or equal للمينيمم miscible pressure، فمعناها دايما الانجكشن غاز او انجكشن غاز بريشر بيكون دايما اعلى او يعادل اللي هو الضغط المطلوب لاذابه الغاز داخل الزيت او داخل السائل عموما. طيب the mechanism here is that dissolved gas او الغاز المذاب reduces density and viscosity at the same time for more recovery improving. basically لو جينا نتكلم عن الثيرمال ميثودز او الطرق الحراريه فاختبروها الامريكان تيستد ات ايرلي 1950s 1950 و they are basically suitable او مناسبه for heavy oils the density are from 10 to 20 API and for tar sands or shale oil or extra heavy oil اللي هو less than 10 API. involves heating of the reservoir and vaporizing a portion of the oil. شيء طبيعي لانه دائما طبعا بيحصل عمليه بتاعت تبادل الحراره، فبالتالي شيء طبيعي انه يتبخر جزء من الاويل ويحصل لك اللي هو اذابه للمتبقي يعني بعد التبادل الحراري ما يتم. الثيرمال ميكانيزم are used widely في اندونيسيا
in Canada, in USA, and in Venezuela. The types of thermal EOR, the cyclic steam stimulation, also known as huff and puff, steam flooding operation, steam assisted gravity drainage, أو ما يعرف بالسالتي operation. وفاينلي نتكلم على الان سيتيو كومبشن او اللي هو الاويل بانكر اكسبلوشن. فبيزيكلي لو جينا نصنف اللي هو الاربعه ميثودز او الفور ميثودز دول على تصنيف اوسع او مور بورد كلاسيفيكيشن، بنتكلم عن هوت فلويد انجكشن، سو اتس ايذر ستيم اور هوت ووتر، واللي هو الاويل بانكر اكسبلوشن اللي هو الان سيتيو كومبشن. طيب الثيرمال يو ار زي ما قلنا بيزيكلي بنقسم الى قسمين اللي هو الان سيتيو كومبشن الانفجار داخل المكمن، واللي هو الهوت فلويد انجكشن which is basically عندك اللي هو الكونفشن ستيم جنريشن اللي هو الانتاج او الحقن العادي او التقليدي للبخار، بالاضافه للتقنيه الجديده تغيير مستخدمه في كم دوله على مستوى العالم اللي هي سولار اسيستد ستيم جنريشن، هو الاستخدام بتاع السولار انرجي او استخدام الطاقه الشمسيه في عمليه توليد الستيم. وزي ما ذكرنا انه في النهايه الاربعه عباره عن ستيم انجكشن او سواء كان ووتر انجكشن، في اللي هي عباره عن فلويد انجكشن. سو وي ار توكينج اباوت سايكل ستيم ستيميوليشن سي اس اس، توكينج اباوت ستيم اسيست جرافيتي دينج سايد دي، توكينج اباوت ووتر اور هوت هوت ووتر اند ستيم فلودنج، اند ذا فاينل وان اللي هو ستيم في ميكشر. تقريبا على مستوى برضه في كان دوله زي فنزويلا عملوا تقريبا انجكشن للستيم مع اللي هو السولفنت او مع كيميكال از ا هايبريد سيستم، دي برضه زياده كفاءه الاستخلاص الناتجه من عمليه الاي او ار. بالنسبه للكومبشن في ده ما حندخل في تفاصيله لانه ما بيهمنا كثير، هو الابلكيشن بتاعه في المنطقه العربيه او في الشرق الاوسط وافريقيا عموما ما كثير، لكن هو مينلي الان سيتي كومبشن مستعمل غالبا او بكثره في كندا وفي امريكا باعتباره انه التار ساند عندهم عالي والشيل اويل عندهم عالي، فبالتالي بيحتاجوا لطاقه عاليه جدا وهيت عالي جدا لاستخلاص الكرود الموجود في المكامن الموجوده عندهم. So basically the process of hot fluid injection as its name implies that hot fluid injected as an EOR process involving the use of hot fluid معناها نتكلم عن hot fluid in an oil reservoir to ease the flow of the oil for production. Thermal energy is transferred يحصل تبادل حراري أو heat transfer in the form of heat to the reservoir by the combined effect of convection and conduction mechanism. يحصل تبادل حراري اللي هو حيكون الموجود بعد وصول الستيم او الهوت ووتر الى القاع البير او الى الفورميشن المحدده، فبالتالي بيحصل تبادل حراري بين الستيم او بين الماء الساخن وبين الاويل البارد او الاويل في تمبريتشر حق الريزرفور، وبالتالي بيحصل هذا التبادل بينقص اللزوج وبالتالي بيحصل حركه اوتوماتيكيه للليكويد الى البرودكشن زون او منطقه الانتاج. الانجكتنج ستيم This thermal energy leads to high viscosity reduction and thermal expansion of oil in the reservoir. Injecting steam is the most common technique in the technology of thermal EOR and it is the most commercially successful. بالنسبة للعالم كله يعني استخدام الستيم انجكشن هو الاستخدام الأوسع أو الاستخدام الأفضل كمردود أو كنتيجة ريكفري. الستيم انجكشن بروسيس involves three methods اللي هو سي اس اس كولد هاف اند باف، الستيم فلودنج والستيم درايف، وبالاضافه الى الستيم اسيست جرافيتي درينج. ان ستيم فلودنج ستيم انجكتد ثرو انجكشن ويلز ريديوسينج ذا اويل فيسكوستي ان اديشن تو سويبنج افكت اللي هو عمل الازاحه جنريتد باي ذا فلودنج اوف ستيم. However this method requires more steam than CSS despite being more effective. لو جينا نستعرض الطرق يعني على شكل مبسط شكل صور، بنتكلم في السي اس اس اوبريشن which is basically السي اس اس بيطبق في نفس البير. الفرق بين السي اس اس وبين الستيم فلودنج انه الستيم فلودنج عباره عن ابار حقل البخار وابار خاصه بانتاج الزيت او الخام او الاويل، وبالتالي كله يعني الانتاج في ابار وفي الحقل في ابار اخرى مستقله تماما. لكن في السي اس اس الحقل والانتاج بيتم من نفس البير. الميكانيزم اللي هو ستيج 1 اللي هو عندك اللي هو بالنسبه للصوره الاولى على يدك اليسار، ستيب 1 از ستيم انجكشن. في البدايه بيتم حقن الستيم داخل البير
بكميات تحدد في البروجرام بتاع الانجكشن. بعدها بيتم قفل البير فيما يسمى بالسوكينج بيريود. السوكينج بيريود هي عباره عن الفتره اللي بتقفل فيها او بتكون فيها البير مقفوله تماما، بحيث انه تسمح بالتبادل الحراري وتسمح ب اللي هو الامتصاص الحراري للحراره او الهيت داخل الطبقه او السراوندنج اريا للويل بور. بعدها بيتم فتح البير للانتاج، ودي كده بنسميها السي اس اس سايكل. يعني السي اس سايكل ستارتنج فروم ذا انجكشن موفينج تو ذا سوكينج بيريود اند فاينلي البرودكشن سايكل. تمام. بالنسبه للسي اس اس ممكن تطبيقه عده مرات، يعني السايكل الواحده يعني البير ممكن يطبق فيها كم سايكل، سايكلين ثلاثه اربعه خمسه حسب البرفورمانس بتاعه، حسب اللي هو المردود الناتج من تقييم نهايه الادائيه للبير بعد نهايه السايكل او نهايه الدوره حقت الانتاج. الستيم فلودنج زي ما ذكرنا انه في النهايه عندك انجكتد ويل، في عندك انجكشن ويل مستقله حقن الخام حقن البخار عفوا، والبخار بيكون continuously injected moving to the production zone or moving to another well which is used for production. يعني مش في نفس البير زي ما ذكرنا في بالنسبه للسي اس او الهضاب. طيب بالنسبه للساك دي اوبريشن، الساك دي اوبريشن هي عباره عن basically السكيم بتاعها او البروسيس بتاعها دائما بيكون غالبا في اللي هو الهوريزونتال ويلز. ليه؟ لانه التطبيق بتاع الساب دي بيعتمد على حسب الثيكنس بتاع الفورميشن. فاذا كان الثيكنس مثلا بتاع الفورميشن او بتاع المكمن مثلا الثيكنس بتاعه ما عالي او ما 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 يعني ما ما كافي انه تعمل فيه فيرتيكال ويل، فبالتالي they are moving with the horizontal well in order to increase the space of drainage للسحب او الاستفاده من البساحه السطحيه للتمدد الافقي للبير. وبالتالي بيكون مكون من بيرين، البيره الاولى اللي هي يوز فور انجكشن ويل بيتم من خلالها ضخ الستيم، والبيره الثانيه عباره عن برودكشن ويل بيتم من خلالها سحب الزيت المسخن. خلاص بيتم ضخ الستيم في البير الفوق. يعني بير دائما البير المستخدمه للحقن البخار بتكون في الاعلى، والبير اللي بتسحب او بير الانتاج بتكون في الاسفل. تم التسخين او ضخ البخار داخل الطبقه، بالتالي الزيت المسخن او الزيت اللي حصل له تبادل حراري واصبح سخن او ساخن بيقوم بينزل اوتوماتيكلي تبع الجاذبيه او الجرافيتي للاسفل، وبيتم بعد ذلك سحبه عن طريق البيره الثانيه او البرودكشن ويل للاستفاده من عمليات الساق دي في الاستخلاص النفطي. طيب لو جينا فاينلي نعمل كومباريزون بين الاي او ار ميثودز، نتكلم عن الثيرمال ريكفري. فالديسكريبشن اللي هو عباره عن ميزه اللي هو يوزنج ذا هيت فور فيسكوستي ريدكشن، زي ما ذكرنا تقليل الفيسكوستي او الزوجه عن طريق استخدام الحراره. لو جينا للادفانتج اللي هو الافكتيف فور هيفي اويل ريزرفور وانكريزز اويل موبيليتي. الديس ادفانتج او المساوئ تبع الثيرمال اللي هو الهاي انرجي كوست، محتاج لتوليد طاقه بكميات كبيره، وبالتالي هيكون في كوست او عباره عن مبالغ مفترض تندفع مقابل توليد هذا الحجم من الطاقه. وبوتنشال انفيرمنتال امباكت اللي هو عباره عن التاثير على البيئه، بالتاكيد طبعا طالما انت حتكون او حتنتج ستيم فبالتالي انت بتتعامل مع جنريترز، والجنريترز بالتاكيد لازم فيول. فاذا كان الفيول سواء كان غاز سواء كان ديزل وتمر كان نوع اللي هو الفيول وعباره عن طبعه شنو، فبالتالي انت بتتعامل مع طالما هتحرق فيول معناها حيكون في عندك عادم او حيكون عندك غازات متصاعده من الحريق. بيزك بنتكلم عن السي او 2. فبالتالي لما تتعامل مع كميات كبيره، لما تحرق كميات كبيره من الفيول او من الوقود بيكون عندك كميات كبيره من السي او 2 المنتج، وده بيتم اطلاقه في حال عدم التعامل معه يعني بصوره صحيحه بيتم اطلاقه ايضا في الهواء، وده بالتالي بيكون تاثيره مباشر على التغير المناخي وعلى مشاكل البيئه والصحه خلافه ثقب الاوزون. كل جميع عارف التغير المناخي الحاصل بسبب مشاكل السي او 2 برودكشن المصاحبه للاويل اند جاز. لو اتكلمنا عن الجاز انجكشن، الديسكربشن هو عباره عن يوزنج السي او 2 او النيتروجين او وات ايفر جاز
you are using in order to increase the reservoir pressure or reduce the density for the fluid. Advantages can improve oil displacement, and also CO2 can be a source or be sourced from industrial waste. فإذا ممكن نستخدم الـ CO2 أو العوادم الغازات الناتجة من الحريق وأقوم أعملها ريسايكلينج instead of wasting it in the air. أعملها ريسايكلينج وأقوم أحقن بها المكمن كوسيلة من وسائل الغاز انجكشن الاستفادة من الغاز في زيادة الريكفري للأويل. الديزادفانتج اللي هو الغاز افيلابيلتي اند كوست، في بعض المناطق يكون مثلا في غاز متوفر او حتضطر تشتري غاز وبالتالي حيكون تكلفه اضافيه موجوده على المشروع، بالاضافه للبوتنشال فور غاز شانلينج. طالما انت حتحقن غاز وبالتالي انت يعني متوقع انك يكون عندك مشاكل بتاعه شانلينج او بتاعه اللي هو بنسميها القنوات. ليه؟ لانه ممكن يكون ضغط الغاز المحقون يكون اعلى من ضغط الفورميشن او الطبقه، وبالتالي يو ار فراكشرينج ذا زون او انت تفتح او بتشقق في الطبقه وممكن يحصل لك اللي هو الغاز تنلنج اللي هو باعتبار انت بتضخ او بتحقن الغاز وبتنتجه مباشره، ده اللي هو بيسموه تنلنج او اللي هو السايكل سايكل غاز. طيب الكيميكال فلودنج، لو اتكلمنا عن الكيميكال فلودنج فهو عباره عن بيزيكلي انفولفنج انجكتنج اوف كيميكالز سواء كان بوليمر سيرفكتنج وات ايفر فور ذا سيك اوف امبروفنج ذا ريكفري. الادفانتج از اولسو انكريزنج اول ريكفري و اولسو يوزد فور سبيسيفيك تايبس اوف ريزرفورز، يعني مش كل الحقول قابله لتطبيق الكيميكال فودنج، بيحتاج لتجارب بيحتاج لخصائص معينه للتنفيذ. الادفانتج ديس ادفانتج اللي هو عندك اللي هو الهاي كيميكال كوست، لانه عباره عن كيميكال وبالتالي حيكون عندك كوست اضافيه لتوفير الكيميكال. والشيء الاخر اللي هو عباره عن بوتنشال فور كيميكال ديجريديشن، فعندك اللي هو برضه المساوئ برضه المصاحبه لي اللي هو التحلل الكيميائي سواء كان داخل الفورميشن او سواء كان في السطح، وطريقه التعامل مع المخلفات الصناعيه والمخلفات الكيميائيه مع البيئه وخلافه. طيب هتكلم بعدك مع الميكروبيال. فالميكروبيال اللي هو اليوتيلايزنج اوف مايكرو اورجانيزمز كانت الدقيقه تو انهانس اور ريكفري باي الترينج ريزرفور كونديشن، تحديث او تعديل في الخصائص للمكمن من اجل الاستفاده من هذا التحلل في عمليه الانتاج المصاحب. الادفانتجز انكلود انفايرمنتلي فريندلي، لانه بتتعامل مع كائنات صديقه للبيئه، يعني عباره عن ميكروبات صديقه للبيئه، واصلا بتتعامل مع التحلل بطريقه جيده، يعني ما بيكون فيها مشاكل صحيه ومشاكل بيئيه. Also it can improve oil recovery in mature fields. الديزادفانتجز اللي هو انسرتن افكتفنس، يعني هي الميكروبيال ما مطبق بصوره واسعه، فبالتالي المردود او الكفاءه حقته الى الان غير معلومه، بالاضافه الى الكومبلكس في الامبلمنتيشن، بيكون في تعقيدات كثيره مصاحبه للتكنولوجيا نفسها لانها تكنولوجيا جديده، وما مشاكل تكون دائما غير معلومه للكل، وبالتالي ممكن تدخلك برضه في مشاكل على اساس انه كيفيه التعامل مع هذا النوع من انواع اليو ار على مستوى الحقل. الفاينالي ده برضه تكنولوجيا جديده اللي هي الالكتريكال يو ار او اليو ار الكهربائيه، which is basically using electrical methods اللي هو microwave heating او سواء كان ارتسونيك او سواء كان طرق اخرى لزياده الاستخلاص، وكان بي effective in specific scenarios. نفس الشيء بالنسبه للميكروبيوم والكيميكال، برضه هيكون برضه استخدام برضه في حالات محدده او في مكامن مواصفات مخصصه، و potential for high recovery rates. لكن disadvantage برضه اللي هو الهاي initial cost، لانه عباره عن كوست اضافيه، عباره عن معدات ممكن تكون غاليه في السعر، غير متوفرة عند كل الدول، تكنولوجيا غير متوفرة عند كل الدول، بالإضافة لأنه limited field application experience، يعني في النهاية التطبيق تبع التكنولوجيا نفسه حيكون محصور في دول محددة وما حيكون worldwide used، وبالتالي برضو بيدخلك في uncertainties أو أمور من الشكوك حول التطبيق أو حول نتائجه أو حول كفاءة العمل تبعه. طيب basically this is the end of our part today. So في النهاية مجال مطروح لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ولو في اي اسئله بليز جو اهيد. مرحبا يحيى، تسمع صوتي؟ اهلا وسهلا، تفضل. انا عندي سؤال بخصوص
احنا الصراحة معلوماتنا مختصرة على التفاصيل الأكاديمية في الـ UR بشكل عام، نعم فحابب أعرف نعم الـ decision making بالسايت بالحقل أو عند المهندسين نعم كامل بشكل نعم أساس على شنو يعتمد؟ هل هو يعتمد على الـ simulation results أو على economics, logistics or أي factor أخرى هي اللي تكون أكثر شيء dominant على التأثير بالـ decision making بهذه سواء بالسكرينينج للاي او ار او بشكل عام باتخاذ قرار الاي او ار. شكرا. طيب باشمهندس محمد، والله سؤال جميل لكن سؤال شويه معقد، يعني تفاصيله شويه هتكون مش شائبه شويه، لكن نحاول نختصره كالاتي. دائما اي ور ابلكيشن هو عباره عن سيناريوز، يعني في النهايه يعني احنا بنتعامل مع اي تكنولوجي هي هتكون عباره عن سيناريو، يعني بيكون عندك مثلا انت فور اكزامبل والله يو ار اساين تو ديفلوب ا سيرتن ريزرفوار او سيرتن اويل فيلد، فبالتاكيد انت هتكون عندك سيناريو اي، سيناريو بي، سيناريو سي، سيناريو دي. لكن برضه الديفرنس سيناريو اي من بي من سي من دي انه اكوردنج للروك بروبرتيز، اكوردنج للاويل بروبرتيز، اكوردنج للفاسيلتيز الموجوده، اكوردنج اللي هو الشركه نفسها هل هي جاهزه او غير جاهزه. يعني انا بتعامل مع كوست، وبالناحيه الثانيه بنتكلم برضه عن ريفينيو، فاستخدامك للاي او ار ما هو المردود الناتج من استخدام الابلكيشن بتاع سيناريو اي او سيناريو بي او سيناريو سي in oil terms or in oil production as an oil company. فالموضوع is conflicted between simulators, between economics, between top management. برضو sometimes الوزارة بتكون برضو included، لأنه برضو بتكون في مشاكل مصاحبة للـ UR اللي بيبذل على مستوى البيئة، على مستوى الكوميونتي، على مستوى مثلا إذا منطقة فيها زراعة، إذا فيها مثلا ماشيه، يعني فبيكون في تداخلات كثيره جدا لموضوع اللي هو الاي او ار سكريننج. لكن مالي اللي هو زي ما ذكرت انه بيتم عمل سكريننج بالسيميوليشن، بالاضافه اذا مثلا في حصل اكسبيرينس فيلد اكسبيرينس للبروجكتس قبل كده، يعني مثلا نتكلم مثلا على الثيرمال اي او ار، ففي السراوندنج اريا او مثلا في الدول اللي تشبه مثلا الدوله حقتنا، هل حصل مثلا تجربه للاي او ار او this type of EOR has been applied or not، يعني هل في او ما في. اذا كان في تجارب وفي داتا وفي اكسبيرينس بيخف عليك اشياء كثيره، ويكون عندك اللي هو زي ما قلنا بنقص الفاكتور بتاع الانسرتينتي او الانونز في المعادله، وبالتالي you are knowing what you are dealing with and how to deal with and what to deal with، فما بيكون في اشكاليه في التعامل. لكن التطبيق بتاع الاشياء الجديده دائما الناس بتحبزوا ليه؟ لانه محتاج الى راس مال ضخم، محتاج الى سبورت عالي، قد يكون مثلا في النهايه انت قد تخسر في حاجه وما يجيك مردود منها. فدايما هو بيزيكلي بيتعامل مع الموضوع كسيناريو، يعني افضل انه والله بيشوف السيناريو ايه، والله انه هو تكلفته كذا والمتوقع منه كذا والعائد منه مثلا ك in terms of oil production and in terms of USD dollar whatever، في النهايه فيها كرنسي داخله في من المشروع، وبيتم هذاك التقييم على اساس والله المفاضله بعدين انه والله يا اخي A or B or C. حتى ك implementation في الفيلد في بعض الفيضات مثلا تبغى تكون جاهزه او المواقع تكون جاهزه مثلا في سيناريو A، فانت في النهايه ما حتخلي المشروع عشان سيناريو A معناها فشل، لا شوف سيناريو B وسيناريو C لحد ما نصل. الموضوع بيكون عباره عن كوميونيكيشن، ويكون عباره عن اكسبيرينس، ويكون عباره عن زي ما بيقولوا مايند ستورم ان اوردر تو اتشيف اللي هو البيست سيناريو بوسيبل ان اوردر تو ابلاي يور يو ار ان يور فيلد. اشكرك على الاجابه يا يحيى، شكرا. الله يكرمك ويسعدك، الله يكرمك. إذا في سؤال تفضلوا. يس اتش ار. اي تفضل ايوب. For a CO2 injection, which better inject miscible or miscible CO2؟ والله يا ايوب انت تسمعني تفهم بالعربي؟ يعني تقرا الحكي العربي ما في مشكلة صح؟ ما في مشكلة، لا لا. تمام. طيب هو السي او 2 يعني هو كسي او 2 ابلكيشن افضل يكون طبعا في المناطق اللي اول الحقول اللي فيها سي او 2 برودكشن عالي، يعني انت في النهايه مثلا متوقع انه مثلا كميه السي او 2 مثلا المنتج من الحقل الفلاني ليه والله من عمليه الفصل الغاز في السي بي اف او في تيرم فاسيلتي موجوده عندك، يكون التاكيد عندك اسوشيتد غاز. الغاز المصاحب ممكن يكون سي او 2، ممكن يكون اتش 2 اس، ممكن يكون
نيتروجين، ممكن يكون ميثين، يعني انواع الغاز كثيره مصاحبه. اذا صار عندك مثلا السي او 2 الكميه المصاحبه او المنتجه مع الغاز، اذا كان نسبه السي او 2 عاليه يفضل استخدام السي او 2 في الريسايكلينج كواحد من الحلول. نقول استخدامها في الكيميكال ليور او في اللي هو الغاز انجكشن انسايد ريزرفور، وتكون برضو اضافه لانه تساعدك في التخلص او الهيدك او صداع التخلص من السي او 2 في حد نفسه، سواء كان بحرقه او في اطلاقه في الهواء او يعني مشاكل البيئه او مشاكل الصحه. فدائما السي او 2 ابلكيشن بيكون دائما حسب الكوانتيتي او حسب الفوليوم بتاع السي او 2 انجكشن عندك او السي او 2 برودكشن عندك في الفيلد، اذا كميته كبيره او كميته غير صالحه للاستخدام. يعني ما نقدرش ندير لها كابتشر من الاير. والله لا والله ممكن، لكن طبعا بيختلف حسب التكنولوجيا، يعني في دول ما عندها التكنولوجيا تبع اللي هو الكابشرنج فروم ذا اير، فبالتالي ممكن انا اقوم اكلف التكلفه اضافيه بحيث ان انا اجيب ماكينات وتكنولوجيا عشان اقدر اوفر سي او 2 من الاير، على اساس انه اعمل بيه اي او ار بروجكت مثلا ما حيطلع مثلا 100,000 برميل مثلا فور اكزامبل في المشروع كله. فدائما الموضوع بيكون اقتصادي وجدوى اقتصاديه مع شيء مناسب، شيء معقول نقدر يعني نقدر الناس تقدر تتوصل فيه الى حاجه في النص، عشان المشروع الموضوع يكون يعني افكتيف ان يكون في الاقتصادي في الانتاج ما يضر الطبقه، يكون في كميه بتاعت ابلكيشنز او كميه بتاعت اشياء لازم تكون متوفره عشان يتم الاختيار بصوره جيده لنوع الغاز المنتج. لكن هو كسي او 2 ممكن لو عندك انت الامكانيه وما شاء الله ربنا معطيك خلاص انت اعمل لك ابشر من الجو وتشتغل بيه عادي، لكن تحط في راسك انه لازم يكون عندك ميكانيزم للتعامل مع السي او 2 المنتج بعد ما يطلع من فوق من تحت ويظهر معاك في سطح فوق، لازم يكون عندك اليه للتعامل مع السي او 2 انستيد اوف هارمينج يور انفايرمنت وهارمينج البيئه تبعك يعني. في سؤال تاني يا شباب؟ اي نعم استاذ، بس بالنسبه للاحتراق الداخلي شنو المقصود نعم. به ويمتى يستخدم؟ والله هو التطبيق الاحتراق الداخلي يعني هو اقدر اقول انه يعني استخدامه الاكثر في امريكا الشماليه، يعني في دول زي كندا وزي امريكا. لكن باختصار يعني يمكن انا اي حاليا اشرح لكم شغله بكره بالتفصيل، لكن هو باختصار عباره عن عمل احتراق داخل المكمن، يعني يو ار اكسبلودينج يور ريزرفور، لكن يعني انستد اوف انجكتينج هيت انتو ذا ريزرفور، لا يعني انا ما بحقن فلويد هوت فلويد للمكمن، لكن انا بحقن مثلا اكسجين وهاي هيتد اكسجين، يعني مش اكسجين بارد، لا اكسجين مسخن بدرجه حراره معينه، بحيث انه اول ما يصل للفورميشن المحدده بيحصل اشتعال داخلي نسبه لوجود اللي هو الحراره مع الضغط مع عوامل اخرى، بيحصل اشتعال داخل المكمن. هذا الاشتعال نفسه بيولد لك موجه بتكون دائما موجوده في يعني من مصدر الاشتعال. هذه الموجه بيحصل لها يعني هي زي قوه او فورس بوشنج الاويل من الانجكشن زون او من الانجكشن ويل الى البرودكشن ويل، تمام. فالقوه او الهيت المصاحبه لعمليه الانفجار بتنقص لك الفيسكوزيتي، بالاضافه لانه بيكون في حراره عاليه جدا ممكن يعني تعمل لك اذابه لكميه مقدره من الزيت، بالذات بنتكلم مثلا عن الشيل اويل او بنتكلم عن مثلا صخر او فحم حجري او مثلا او زيت حجري وات ايفر، بالنهايه عباره عن هاي فيسكس فيري فيري هاي فيسكس او فيري اكسترا هاي فيسكس فلويد، وبالتالي الكمية الحرارة المنبعثة من الاحتراق بتكفيل بأنها تعمل لك تغطية لكمية كبيرة من المساحة وكمية كبيرة من الفلويد على سنة يتم إنتاجه من خلال منطقة الإنتاج. شكرا لك أستاذ، عاشتي لك. الله يخليك، الله يخليك، تسلم علي، الله يخليك. في أي سؤال إضافي؟
خلاص باشمهندس هدى، معناها نقفل السيشن ان شاء الله ونواصل بكره ان شاء الله بنفس المواعيد. عفو استاذ، بس بالكول مسج يقولون انه يبدون الملف بي دي اف، اذا تقدر ترسل لنا اياه. ما في مشكلة، خليه بي دي اف بس، خليه نشتغل عليه ونرسله بكره ان شاء الله بعد نهاية السيشن ان شاء الله. نرسل لكم البي دي اف. ان حاضر. شاء الله. شكرا استاذ، شكرا الله لجميع يكرمك. الحضور، اتمنى استفاديتم من هذه المحاضرة. شكرا للجميع، ورابط الحضور مرسول بالكول مسج اللي يريد يسجل الحضور. شكرا أستاذ يحيى مرة ثانية على هذه المحاضرة، كانت جدا ممتعة وجدا مفيدة.